مساء الخير مدام صفاء بالسعود، ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيبه. طبعا الاعلاميه الكبيره حضرتك دايما بتجمعينا في حاجات حلوه جدا، بتخلينا نشوف نجوم غاليين جدا على قلبنا، واحييكي واحيي كل نجومك وكل ضيوفك في كل حلقه من حلقاتك المميزين جدا في ساعه صفاء. طبعا الاستاذه الجميله والقدوه الرائعه للمودلز وللاناقه والشياكه الاستاذه رغال جداوي، بنقول لحضرتك اهلا بيكي. وكنا نفسنا يبقى في 150 الف رجال جداوي في مصر، عشان حضرتك مميزه جدا من يوم حضرتك ما بداتي تكسري القاعده وتقولي ماش عارضات ازياء اوروبيات او اجنبيات في مصر نماذج هايله. حضرتك كنت نموذج يحتذى به من الجمال ومن الشياكه والاناقه والجسم المعتدل الجميل جدا في فتره كانت فيه السيدات في الفتره دي اوريدي بيتميزنا او يتميزنا بالجسم شويه المليان، فحضرتك كنت محافظه جسمك جدا على جسمك على شكلك على اناقتك، ولغايه النهارده انت نموذج هايل للسيده المصريه الانيقه والموديل الشياكه. عايزين نعرف حضرتك ازاي عرفتي تمسكي خيوط الشخصيه، ازاي تبقي فنانه جميله كده، وطبعا عندك فتره بنت صغيره وبعد كده ام وبعد كده حاليا ما شاء الله عليك يعني في البرامج وفي المسلسلات وفي الافلام، وازاي عرفتي تكوني نجمه متالقه في عروض الازياء واستمرت لفترات طويله. يا ريت تجاوبينا، ويا ريت تدي دروس لكل بنت عايزه تخش مجال الازياء او عروض الازياء، ازاي تسلك السلوك اللي حضرتك سلكتيه من سنين طويله ونجحت فيه وبرعت فيه. اهلا بيكي وان شاء الله تكون سهره حلوه جدا. ثانك يو. ميرسي هاني. ميرسي يا هاني. هاني قوي قوي، وزي ما انا قدرت اثبت ان في مصر عرضات ازياء مصريات قدروا يقتحموا مجال اجنبي، انت برضو يا هاني قدرت تثبت ان مصر فيها مصممين ازياء كويسين قوي، وشقيت طريقك انت العالميه وبقيت ليك اسم خارج مصر، وده حاجه حلوه قوي قوي. ببقى فخوره جدا بيك وباي انسان بيعمل في مجال ويقدر يثبت وجوده ويرفع اسم مصر في الخارج. اتكلمنا احنا قبل كده عن العرضات وكده، بس عايزه اقول لك فعلا انا فخوره جدا بيك وفخوره قوي قوي باعمالك اللي بشوفها، وميرسي قوي على كلمتك اللطيفه اللي قلتها. هو بيقول لك ازاي قدرتي تستمري كفنانه وكعارضه وكست بيت وكأم؟ بنفصل. ما نقدرش نخلط، ما باخدش مشاكل بيتي معايا التصوير، ولا باخد يعني مشاكل بنتي او حبيبي. بفصل هنا واروح هنا، وافصل هنا واروح هنا. المساله عايزه مقدره، ساعات تبقى صعبه شويه ولكن الحمد لله. طيب نشوف شاشه اخرى. مساء الخير على سعد صفا، ومساء الخير مدام صفا. انا بتكلم علشان احيي طنط رجاء جدا جدا، واسمحي لي ان انا اقول لها واقول لحضرتك يا طنط، لان انا متربيه يعني هي اللي مربياني وهي زي خالتي بالظبط، وانا مبسوطه جدا جدا انها منوره النهارده في سعد صفا مع حضرتك برضو مدام صفا. وانا اشتغلت معاها لحسن حظي، وبجد يعني معجبه بيها جدا، لانها غير انها سيده الاناقه والشياكه من زمان، الا انها عندها قدره جميله جدا ورائعه في انها تغير من نفسها وتعمل ست الشريسه والطيوبه وكمان بنت البلد. فانا فخوره جدا بيها، واسمحي لي اسال حضرتك، حضرتك عملتي مدرسه للستايلينج؟ ان بتعرفي تحطي تكوينات جميله جدا، وممكن بلوزه عاديه خالص تقومي حاطه فيها تاتش كده فتتغير خالص، فهل حضرتك فكرتي انك ممكن تعملي تعلمي ازاي من حاجه بسيطه تطلعي حاجه مبتكره او سبيشال قوي؟ يعني فكرتي حضرتك في حاجه زي كده ولا لا؟ ولو فكرتي لو سمحتي بقولي لي. جميله حبيبتي. حنان انت جميله يا حنونه، بحبك قوي قوي، بحب مامي قوي قوي، وكنت بحب بابي جدا 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 الله يرحمه. الله يرحمه. حنان ممثلة عظيمة ملتزمة قوي قوي، جسمها فيه أناقة، جسمها ليه ستايل كده، بتعرف تلبس كويس قوي قوي. اللي احنا قلناه عن بعض الإضافات لبعض الملابس حتى القديمة، يعني لو فستان تايور أسود قديم وضفتي له كل جبيور أبيض دانتيل أو ريفير قلبات كمام او عملتي اضفتي له ورده او عملها، بالتاكيد هيبقى جديد. هي بس عايزه حسن اختيار، وزي ما قلت في اول البرنامج ازاي تجوزي الالوان على بعضها، وده مهم قوي قوي.